رايك في ماتش الاهلي وسان داونز؟ والله كانت مهزله امبارح الماتش، والمدرب طبعا يعني فاكر ان الدوري المصري زي دوري ابطال افريقيا، بس هو ماشي نسيان يعني. اللي حصل امبارح ده مهزله جامده جامده جامده، وربنا يعني يبعد عن الناس الزملكاويه. زي زفت، والاهلي اصلا ما اداؤه كان وحش، ما كانش في اهلي امبارح خالص، احنا كنا بندور على الماتش بصراحه. طبعا هو شيء محزن ان احنا الاهلي خسر 5، بس هو شيء طبيعي ان الرياضه مكسب وخساره، هو المفروض يعني ان احنا ما نزعلش لان ده طبيعي، وان احنا نحاول ان احنا نعوض الخساره اللي حصلت امبارح. رايي ان انا زملكاوي طبعا، كان ماتش اول مره نشوف الاهلي بالمستوى مش كويس جدا خالص، هو بقاله فتره الاهلي مستواه في تراجع مش في تزايد. ما كانش المفروض يخسروا 5-0 خالص، فريق زي الاهلي بتاريخه بطولاته فضيحه بكل المقاييس يعني. لعيبه اساسا زي ما يكون مثلا وهم متخدرين او حاجه، ما حدش عارف هو في ايه. دي اساسا مش لعيبه الاهلي بالمره، مش لعيبه الاهلي بالمره، لا في روح ولا في اي حاجه، برغم ان انا اهلاوي بصراحه، لا مش دي لعبه الاهلي بالمره خالص يعني. اداء النادي الاهلي اظن كده مش هو ده الاداء اللي احنا متعودين على النادي الاهلي ان هو يكون. النادي الاهلي المفروض ان هو من النوادي المميزه جدا واحسن النوادي في مصر، الاداء بتاعه المره دي مش حلو خالص يعني. النتيجه مش كويسه للنادي الاهلي، واول مره الاهلي يخسر 5-0 في التاريخ الكره الافريقيه، وعمرها ما حصل، والنتيجه صعبه جدا على النادي الاهلي، وربنا ان شاء الله يكرمهم في الماتش الجاي ان شاء الله. بقى له فتره كبيره مفيش مستوى ثابت زي زمان يعني، تقدر تقول كده مفيش اداره، كنا بنتريق على فرق تانية دلوقتي بقينا اسوأ منها، ف يا ريت ايام صلاح سليم ترجع تاني. غير راضيين عنه تماما بالمره، ويجب ان اللعيبه دي كلها تمشي، والجهاز الفني ومجلس الاداره. صعب ان هو يرجع الصراحه، 5-0 كتير يعني. مش راضي تماما عن اداء الاهلي، وانا في الحقيقه زملكاوي، بس يهمنا طبعا ان الفريق بلدي هو اللي يكسب ان شاء الله، يبقى في نتيجه احسن، حتى لو ما كسبوش على الاقل يبقى في رد اعتبار على الاقل. ماتش في النسيان، ماتش وعدى، الاهلي هو الاهلي، هو كيان اول مره يحصل معانا ده يعني، ماتش هيعدي هيتنسي ان شاء الله، واللي جاي احسن للاهلي ان شاء الله.